وجديده مبشره. مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. تعرفتوا على بعض ولا لسه؟ احنا بقينا اصحاب جدا، دول بقوا اصدقائي خلاص. حلو جدا. انا عايزكم تاخدوا على بعض جدا عشان انا جبتكم النهارده عشان عايزكم تعملوا فيديو كليب واحد مع بعض. فيديو كليب ما بيننا احنا وما بينها؟ اه، واحنا هننتجه لكم. تمام تمام ماشي. بيس المفروض الفيديو ده تبقى الفكره بتاعته عن ايه؟ لا دي حاجه هترجع لكم بقى زي ما انتم بتشتغلوا العادي بتاعكم، كلمات الحان الموضوع، انا هحسب لكم انتوا الاختيار. طيب يبقى احنا هنظبط حاجه تناسبنا كلنا وبعد كده نشتغل عليها. بالظبط كده، واحنا علينا التنفيذ. طيب يلا بينا يا شباب نروح كده نشوف. طيب اتفضلوا انتوا، انا هتكلم مع المستر بس في كام بوينت كده. تمام ماشي يلا. سلامك يا شباب. طيب يعني وقت مثلا لما نيجي نعمل اغنيه مع واحده مش هينفع نعملها زي اللي فات ولا فاكر الاغنيه اللي كنا عملنا فكرتها بتاعت المناظر دي؟ هلو بويفاند. ايه يا لهفه، اتاخرتي كده ليه فوق؟ معلش سوري، كان عندي شويه مسائل كده بحلها مع مستر جميل. طيب تيجي نطلع على الشركه عشان نشوف هنعمل ايه هناك؟ طيب خلاص اوكي مفيش مشكله، اطلعوا وانا هحصلكم. طب ما تيجي تركبي معانا، احنا معانا عربيتين. ما انا ما يصحش اللي اركب يعني مع ثلاث شباب، مش هينفع. واحنا يعني هنخطفك؟ لا انا فاهمه والله، بس في تقاليد واصول وكده اهوت يعني. طيب. بس انا هكلم ايمن اخويا يجي ياخدني، بس معلش بعد اذنك توصف له العنوان. براحتك. ايوه ايموني. بص يا حبيبي هديلك دلوقتي هشام من البوي باند اللي انا قلت لك عليهم اللي انا هغني معاهم ان شاء الله، هيوصف لك المكتب اللي احنا رايحين نسجل فيه. تعالى لي بقى على هناك اهو معاك. الو ازيك. بص العنوان في الشارع اللي ورا داون تاون، عماره 22 بي، الدور الارضي. باسبور ايه؟ لا داون تاون دي في التجمع الخامس هنا في مصر، مفيش سفر. تمام ماشي. لهفه معاك ايه؟ ليش سوري. هيا ايموني. خلاص حبيبي يلا استنيك. باي باي باي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي 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 باي. طيب يا لهف حد بقى فيكم يجي يركب معايا بدل ما اركب لوحدي؟ انا هسبقك انا بقى. طب تعالى انت معايا محمد. هي دي عربيتك؟ اه دي عربيتي. لا طب خلاص روح بقى يا محمد، ما تسيبش محمد لوحده، وانا مش هسيبك بقى تركب لوحدك لان انت صغير ومتهور فما يصحش. ماشي تعالى. بجد السواقه بتاعت التينيجرز دي بتبقى خطره والله. ماشي بسم الله ما شاء الله. راح فين يا لهفه؟ ايه ده ايه ده؟ خضتني يا مرتدله، في ايه؟ خضيتي؟ ما كنتش متوقعه طبعا ان حد يشوفك، بس العنايه الالهيه تشاء ان اشوفك واكشفك. انت بتزعق كده ليه؟ بزعق ليه؟ انت تسكت خالص دلوقتي، انا بتكلم مع بنت خالتي. مرتدله. مرتدله ايه؟ مين الشباب المراهق اللي انت كنت واقفه معاهم دول؟ اولا ما تعليش صوتك كده، عيب. اوكي، ثانيا ده فريق اسمه البوي باند، هعمل معاهم اغنيه ان شاء الله. وازاي تركبي معاه لوحدك؟ عيب كده يا مرتدله عيب. وبعدين عشان انا عارفه كويس قوي لما ينفعش ابقى معاهم لوحدي كلمت ايموني هيجي لي على هناك. ايموني؟ وحد يعتمد على ايموني ده؟ ايوه. ماشي يا لهفه ماشي. عموما انا بثق فيك يا لهفه عشان تبقي فاهمه. متشكره يا مرتدله. بقول لك يا ابو الشباب انا همشي وراك بالفيسبه، ما تشدش. ماشي امشي على 40. بس عايز اقول لك حاجه، لو أوه. عندك حاجه روح اعملها افيد. ماشي اوكي اروح اعمل اي حاجه. اتفضل. ماشي شكرا يا مرتدله. شكرا. سهره سعيده مرتدله. معلش سوري معلش. لا انتوا معارفكم كلها غريبه. لا 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 خالص. تعالي تعالي يا لهفه اتفضلي. يلا يلا. الباب ده مفتوح كده. يلا. مين دول؟ ده ايمن ماي براذر. مش انت اديته العنوان؟ ايوه اديته العنوان. مين ادالك المفتاح؟ مفيش يا باشا، احنا بنعرف نخش في اي حته لينا معارف يعني. ايوه يعني دخلت ازاي يعني؟ يعني انت هتقعد تسالنا كتير؟ ما احنا قلنا دخلنا. ايمن احنا الغريب في بلدنا سلطان، ما تخليش البرشامه تهب عليهم. وده مين ده كمان؟ هقول لك انا يا باشا، انا فلاشة الفيديو بروجيكتور بروكتور اند جامبل جونسون اند جونسون والمسؤول عنها. انت قصدك الكرييتيف دايركتور؟ اه الكلام ده اقوله لو انا بكب كلام او بقول بهرتل يعني بقول اي حاجه، اقول الكرييتيف دايركتور ده. انا فلاشة الفيديو بروجيكتور بروكتور اند جامبل جونسون اند جونسون وشاشه العرض الوحيده في حياتها والبانتين بتاعها. هو انت كل ما عارفك كده؟ بقول لك ايه ما تاخدنيش بذنبهم، اعتبر اللي انا ما اعرفهمش اصلا. طب تمام تمام ندخل نشتغل. ندخل نشتغل. تيجي جونسون معاه تشتغل؟ لا بالنسبه لك انت فلاش، لما ناخد وندي مع بعض ابقى جونسون. اتفضل. طب تعالى فلاش. يلا ناكل عيش. شد يا فلاش. يلا صباح فلاش يا باشا. ما تهزرش معايا. حاضر يا بقله. على فكره انا متابع كل الفيديوهات بتاعتكم، اكيد اكون شفت المجموعه الكامله كلها. والله؟ اه طبعا شفتها، انا مش هشتغلك يعني، بس فيها ديفو بسيط الاعمال اللي عندكم يعني. الفيديوهات نظيفه قوي، ده ديفو. كزارة على جنب الشريط من هنا، مع كزارة على جنب الشريط من هنا، جوائز من كل حتة ربنا هيرزقك بيها. معلش بس هطلب منك طلب يا هشام، انت زي اخويا يعني. اتفضل يا لهفة. ممكن تصورني عند الكورونا دي كأني في أي مكان؟ حاضر. معلش وانت زي اخويا برضو يعني لو مفيهاش إحراج. عايز ايه يا جونسون؟ أيوة جونسون طالعة منك قمر أقسم بالله والله دلوقتي جميلة. ينفع تصور معاها يعني في الصور؟ حاضر.
شكرا شكرا. يلا بقى نتصور كاننا فين بقى في الدنيا. نتصور كاننا بقى نروح بقى لاماكن القتال. اه مصارعه. اوكي يلا بينا مورتال كومبات. هادوكن حلو قوي قوي قوي. عجبتك؟ اه وخصوصا هي تي تي تي. هي بس انا حاسس انها عايزه اسمه ايه ده. ايوه هي فعلا عايزه. اه لان انا حسيت ايه ده ايه ده. ايه استاذ اشرف. اه اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ده انا اول مره اشوفك. آه الله يخليك. ما انا اول مره اشوفك. يا لهوي ده انا بحب حضرتك قوي. اه الله يخليك. لا والله بجد بتفرج على اي حاجه بتعملها في الدنيا. الله يخليك شكرا. يعني تياترو مصر دي ما بشوفش غيرها انا. يا ربنا يخليك شكرا شكرا. الله يخليك والله. انا حاسس بايه؟ لا معلش والله ده انا بحبك حب الفيله. حب الفيله؟ ايوه. ده على اساس حب ايه يعني؟ حب كبير يعني. اه على اساس الفيل كبير فانت بتحبني حب كبير زي الفيله يعني. ايوه ما شاء الله. الله يخليك والله. هو مين بقى ده الاخ ده اللبيس بتاعك؟ لبيس؟ طب اقطم بقى ما انا بلبسها لك في وشك ماشي؟ أه معلش معلش ده عشان انا غبي. ده العرباجي بتاعك ده ولا؟ لا 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 عيب عيب عيب. بتشتم ليه؟ عيب. ده الاستاذ مادي ده احسن موزع مزيكا في جمهوريه مصر العربيه. خلينا اه عرفت انا الراجل بتاع ابو ربابا ام نص جنيه دي وتتقطع. بلاش موزع موسيقى مهندس صوت. ليه مال صوتك يا استاذ اشرف؟ لا مش مهندس يعني. انت فاكر مهندس صوت وانا جاي اكشف عند مهندس يعني ولا ايه؟ ايه طيب؟ يعني لا مهندس صوت يعني مثلا قول ها 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 اعلى اعلى ها ها. ايوه الله ينور عليك. اه لا ده هربانه خالص. اه لا حول الله يا رب. عموما يعني ده مهندس صوت شاطر جدا. انت مش محتاج مهندس صوت انت محتاج ميكانيكي صوت. انا ما انا جايه والله اكشف اهو مستني اهو. لا لا ده هي الليله باينه من اولها. وده الاستوديو بقى بتاعنا. انا عارف ستايل اوضه التعذيب دي على فكره. ورا الازاز ده بتحطوا المتهمين عشان يتهرسوا ضرب ومحدش يتكلم. تقعدوا تعجنوهم لحد ما يقولوا على كل حاجه. والمحقق الكبير بيبقى واقف بره هنا وبيشرب نسكافيه وشبه المحقق كونان بالظبط صح؟ اه اه احنا بنعمل كده. مادي فين؟ مادي مين؟ بقول لك ايه؟ بص خد مني انا الخبره، انا اكبر منك واكثر خبره منك في الفن. لو انت جبت معانا مادي او هو ايفر يعني تاني في الكليب مش هينفع، هيسرق مننا الكاميرا. لازم يبقى فيه الاتنشن علينا. احنا اوريدي مالين الكادر كتير. اهدي بس خليني اعرف اجاوب على سؤالك اللي انا نسيته اصلا. سؤالي كان مين مادي؟ مادي ده الموزع اللي بيعمل المزيكا بتاعتنا كلها. ياه لا ده يحتاج بقى مننا التقدير حقيقي بجد. ده موزع الاغاني يعني هو اللي بينزل يوزع الشرايط على الكشاك الكاسيت. شريط ايه؟ انت ضايعه. بهزر معاك. خلاص ما بقاش في شرايط اني مور. بينزل يوزع السيديهات. فين مادي؟ نزل يوصل اشرف عبد الباقي. ايه اشرف عبد الباقي هنا؟ ما حدش قال لي. وسعلي وسعلي. لهفه انزل يا ابني شوفوا فين خلينا نخلص. هي ما خدتنيش معاها ليه؟ روح وراها يا جونسون. وانت ليه بتكرهني؟ ابوس ايدك ابوس ايدك يا سيدي. عندي شغل عندي تصوير بعد اذنك. انا عايز امشي بعد اذنك. لا لا مش اشرف عبد الباقي. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ انا لهفه الحلواني. اهلا وسهلا. دي اختي على فكره. اختك؟ على هي باينه من اولها. طيب انا هستاذن بس عشان عندي تصوير. لا انا لازم اقول لحضرتك حاجه. انا بجد فخوره فخوره بيك جدا جدا. فخوره بيك كفنان مصري حقيقي والله. رافع راسنا ومشرفنا. شكرا. لانك بتتميز باختيار المواهب الجديده. احيانا لكن مش طول الوقت بكتشف مواهب يعني. بعد اذنك. لا لا بجد والله اصل انا فنانه شامله. وعلى فكره انا هفيدك جدا كمان سبيشال في المسرح. فعلا؟ اه والله انا وارثه الفن يعني عن ابويا. بجد انا من عيله فنيه كمان. انا بس معلش عندي تصوير دلوقتي يعني. طب حضرتك مش داخل تاني راجل وست ستات؟ ممكن ان شاء الله. ممكن بقى تعمل له نيو لوك ويبقى راجل وسبع ستات وتاخدني معاك. طول الوقت بقابل كده بقى انت واخد بالك. معلش هو كده انا اقدر اضم كل خيوط الصوت معايا صح؟ لا 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 اوعى بقى كده. انزل شوف مادي فين. طيب ممكن تبطل لعبه يا جونسون؟ طب ممكن ما تلمسنيش بدل ما لمستكش لو سمحت. انا ما لمستكش ما تلمسنيش بدل ما لمستكش. طب انت شفت
الفيديو بتاعي على الانترنت. انت ليكي فيديو على الانترنت؟ اه. معلش انا هبقى وقت تاني اتفرج عليه. الاسم ايه؟ لهفه الحلواني. لهفه الحلواني. وانت؟ انا ايمن الحيواني. الحيواني وهي الحلواني. انت اكيد من اب تاني. اه ولينا اخ اسمه لانشون الحلواني. لانشون الحلواني اخونا برضه. يا سلام. والله دي فرصه سعيده جدا. مفيش انترنت هنا للاسف. انا هبقى اتفرج عليه. طب معلش هناخد صوره مع بعض بس للذكرى لانه دي فرصه ما تتكررش كتير. دم 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 يا محمد.